أسوان دي في القلب. أولاً طبيعة ساحرة. لا مش أول. دي ثانياً لأنه أولاً أهالي أسوان، أهالي أسوان دول هم إيه يعني، سكر شهد مكرر، هي ناس حلوة في المطلق والله العظيم. شوف أنا مش من أسوان يعني، بس أنا ما شفتش في حياتي أطيب من الأسوانية ولا أكثر بشاشة من الأسوانية. يستقبلك طول الوقت. أنا هفكركم بحاجة صغيرة لطيفة. زمان لما من سنة تقريبا وشوية ولا سنتين، وسافرت أنا ويونس وبودي وطلعنا على أسوان وخالد فاروق، ورحنا علشان المسألة بتاعت السيولياها دي، الله يعني لا يكررها ولا يرجعها أبدا. فالناس هناك في مشكلة، في أزمة، سيل خد البيوت، ناس على الأرض، ناس بقت على الأبيض. والله العظيم ما شفت واحد مكشر. الناس مبتسمة، عارف اللي هو ايه، راضي بقضاء الله وقدره كده، والناس مبتسمه ولطيفه، واستقبلونا بمنتهى الحفاوه والكرم، وعصروا لنا مانجا طازه، والبيت على الارض وايش ومصرين وبيعزم بقلب. اسوان حدوته بنت لذينه فعلا يعني. وطبعا الطبيعه الساحره لاسوان، هذا التناغم ما بين الاهالي وما بين هذه الطبيعه الساحره وارض الاجداد كمان، يعني تناغم ثلاثي مذهل يخليك تبقى فاهم المسيره الحاشده لأهالينا في أسوان احتفالا بمولد النبي. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعيدوا علينا باليمن وبالخير وبالبركة دايما. ده يعني بعض كده ايه المقاطع من هذه المسيرة أو المسيرات. معانا على التليفون أستاذ يوسف منصور فريد، أحد المنظمين لهذه المسيرة. يا أهلا أهلا أهلا، وكل سنة وانتم طيبين. كله طيب يا فندم، ازاي الحال؟ كله تمام؟ خير الحمد لله. طمني على أسوان وأهالينا في أسوان. أسوان خير الحمد لله وزي الفل. الحمد لله ودايما زينة، والله زينة. إيه حكاية المسيرة دي ونظمتوها إزاي وعملتوا إيه واحكي لي؟ المسيرة دي بنعملها إحنا كل سنة أصلاً. الله مش أول مرة بتتعمل. مش بتتعمل في قرية واحدة. ها. يعني مش بتتعمل في قرية واحدة، بتتعمل في كل قرى أسوان. كل قرى أسوان؟ أو أغلب قرى أسوان. أغلب القرى بتنظموها إزاي ما بينكم؟ في الاول بتبدا يعني هي بتبقى زي ما انت عارف الطرق الصوفيه وكده، بتبقى طبعا كل بلد بيبقى ليها شيخ ويبقى ليها طريقه وكلام زي كده. فهي الطريقه يعني بيكون بلد بيبقى ليها شيخ بينظم الطريقه، يعني بينظم الزحمه دي. ايام المولد عندنا بتبقى كذا ليله بنحتفل، بنحب النبي جوه، احنا في اسوان بنحب النبي وبنحب كلنا نحب النبي، مين ما يحبش النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يعني جو بنحب نعظم سيرته ونعظم ايام ميلاده، والفرحه ملهاش حسابات، الفرحه بالذات ملهاش حسابات. فبتنسقوها مع بعض الطرق، يعني الطرق الصوفيه تبدا تنسق مع بعضها وتخرج المسيرات بقى. لا لا مش بنصك، بتبقى كل طريقه مع نفسها يعني. كل طريقه مع نفسها. ماشي. فالزفه دي هو اصلا بتبقى بناء من كذا ليله، كل يوم بيبقى فيه ليالي مديح وذكر وفولكلور اسواني، وفي ذكر ليش وكلام زي كده كل يوم يومين، بيبقوا سبع ليالي. النبي. يا سلام. لحد ليله النهارده دي بتبقى الليله الكبيره. دي بيبقى في الزفه، بنبدا الزفه، بنبدا مسيره جمل وهودج وخيل. وبتبدا من قدام مكان الساحه اللي هي بيبقى فيها المولد، وبنتحرك. بنتحرك على باب الله، ما بيبقاش لها تنظيم اصلا. يا دوب اعلام والعائله صغيره وكده والعربيه، وفيها مذبحين. جميل. وعود بقى، وعلى حسب المعازف الايقاعيه والمعازف والالحان وكده. وبنعمل وبنمشي. نقعد بقى كده كل يوم لحد الليله الكبيره. لا الزفه دي قبل الليله الكبيره بيوم، لكن الليالي دي بتبدا بتبدا المسيره ب 50 فرد. ممكن تبدا ب 50 فرد تنتهي ثلاثه يعني. صور دي والفيديو جايبه حاجه حقيقه يعني. الزفه دي بدات نقعد نمشي في الناس بتتشارك. جميله 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 ومبهره وحلوه كده، وتملأ القلب بهجه بصراحه، وتفرح الروح زي ما بتقال. الله ينور عليكم والله، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يزيدكم دايما من الفرحه والبهجه والاحتفال، وينوبكم خير دايما من محبه النبي بحق جاه النبي واهل بيته. كل الشكر ليك وكل الشكر لاهالينا في اسوان. شكرا ليك يا استاذ يوسف.